هعمل الكشري الحلو. الكشري الحلو ده عبارة عن ايه؟ ده رز بيتسلق اهو. اتسلق واتملى كله خلاص استوى. ماشي؟ رز بلبن اهو، ده رز وعليه شوية اللبن. انا عاملة كمية قليلة علشان احنا هنعوز فيها كمية قليلة. وشوية السكر عادي كأني بعمل رز بلبن بالظبط. تمام؟ وادوب معلقة نشا. معلقة نشا في شوية لبن. يعني دول حوالي دول هيطلعوا مثلا عاملة حوالي كيلو. ده يطلعوا كيلو بعد ما كل ده كل كيلو. انا عاملة اقل من نص كوباية لبن. اقل من نص كوباية رز. سلقتها في مية. وبعدين بعمل رز بلبن عادي جدا. اهو ده طريقة الرز بلبن. ايه كمان للكشري ده؟ ادي كده الرز، خلصنا الرز شلته من على النار. ده الرز. هتجيبي حته كنافه وحمريها زي بنحمر لصينيه الكنافه. طبعا مش عارفه كله هتاخد من الحلقه كلها. حمرنا شويه كنافه او عندك في الفريزر شويه كنافه محمرين. ماشي؟ دي عشان تعملي منها حاجه حلوه سريعه وسهله. حمرتيها في السمنه بس. حمرنا الكنافه. جبنا الجلاش وحطيناه في الفرن اهو. دهناه بالسمنه رقه ورا رقه وحطيناه ايه؟ في الفرن. وبعد كده نكسره. يبقى عندي ايه؟ رز بلبن وجلاش عشان نعمل الكشري الحلو. كشري حاجه حلوه. تمام؟ اهو. بقى بصل. حطينا له سمنه وسنه سكر. سمنه وايه؟ وسكر. انا عملت 3 ورقات بس. 3 ورقات من الجلاش، يعني ورقه ودهنيها بسمنه وسنه سكر بسيطه، ورقه ودهنيها بسمنه وسكر بسيطه، والورقه الثانيه بسمنه بس، ودخليها الفرن، بس تتكسر تتقرمش بالشكل ده. عندك بقى هنعمل حاجه زي البشاميل. نعمل بشاميل حلو. ده الصلصه بقى. هنعمل بشاميل حلو. برضو مش كتير، انا هعمل حاجه قليله قوي. بشاميل الحلو ده بقى لازم يكون ليه طعم كده ومميز وما فيهوش حاجات ايه معقده خالص، يعني هو بسيط جدا، يعني الكشري بسيط خالص. هناخد بس كده ايه معلقه سمنه ومعلقه دقيق، كوبايه لبن او كوبايه ونص لبن، وعايز يبقى خفيف. عايز يبقى خفيف. هناخد معلقه سمنه. بنعمل بشاميل جمعي معايا بسهوله اهو. جمعي معايا بسهوله. يسخن بس قوي. هديله معلقه دقيق واحده. هو الكشري ده عامل زي الكشري العادي، بيرمي معاكي كميات كبيره من غير ما تحسي. يعني انت عندي انا عامله 3 ورقات بس من الجلاش، والكنافه ده ممكن حبه قد كده، يعني ربع كيلو كنافه هتعمليها بيها، وهيفيد كمان معاكي كتير. وادي الدقيق، معلقه دقيق، حط كوبايتين من اللبن عليها. بلاش ايه، عايزاها اخف بس شويه عشان يبقى صوص ما يجمدش. نحمر بس كده الدقيق ايه، اشم ريحته اهو. غلوتين. هنزل كوبايتين من الدقيق، من اللبن كوبايتين من اللبن، وهحط لهم سكر. ماشي؟ خليه غني بقى. عايزه تسيبيه لغايه كده؟ ماشي. طيب لا، احنا ممكن نحط له حاجات نخليها غنيه بقى عشان نقرب لايه؟ لحاجات الشارع كده. هنحط لها معلقه قشطه من عندنا. هنحط لها، بصي عندك بقى كريم شانتيه، عندك شوكولاته مبشوره بيضة، اي حاجه. ادي حبه شوكولاته مبشورين اهم معاها كمان. بس كفايه كده. او كريم شانتيه. ماشي كده حلو قوي. او بشاميل عادي مسكر عادي لوحده كفايه، مش اي مشكله. هو البشاميل بس دايما ورطه ليك كده. كوبايه معلقه من السمنه، معلقه من الدقيق، كوبايتين من اللبن، معلقتين كبار من السكر. تمام؟ اي حاجه زياده عايزه تحطيها عندك، يعني عايزه قشطه، عايزه شوكولاته بيضة، عايزه كريم شانتيه، ممكن. ايه اللي انت عايزاه؟ بس كده. اللي عايز زواده ملوش زواده. ماشي؟ كماله سوري.
اللي اسمه كماله، مفيش كماله كده خلاص. هو الطبق ما شاء الله هيبقى ايه، بحبوح لوحده. بقى ايه ده كده، هيغلي خلاص اهو. يلا يلا شد حيلك شد حيلك، لازم يغلي لازم يغلي، حتى لو القوام عجبك لازم يغلي. هناخد بقى هنا الكنافه اللي هي ايه، مش هنحط لها اي حاجه، هي كنافه بالسمنه بس. وعليها شويه سكر بودره زي ما بنعمل كده، زي ما بنعمل اي صينيه. نحط على وشها كنافه. طب انت سيبيها كده وخلاص كده هتبقى القنبله، عارفين القنبله فاكرينها؟ كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها قنبله هي دي. كنافه برز بلبن وبسبوسه، دي حاجه، لا ده اسامي مختلفه، لا مؤاخذه لا مؤاخذه، لا نتعدى على اسامي الغير، كل واحد يبقى باسمه، كل وصفه باسمها. يا دي عربية التسوق بتاعتي، مضايقاك في ايدي بس نفعانا، لا اله الا الله، جاي عمالين يجيب فيها الطلبات. مش عاجبها عربة التسوق بتاعتي اهي اهي، دي عشان الناس تبقى عارفه نتكلم على ايه، دي عربة التسوق بتاعتي اللي مضايقاه. حطينا ايه الشعر، الصلصه خلاص اهي، نجيب لها كبشه هنحطها غلت اهي على وش الايه، شويه كده مش كتير خالص، على الكنافه بس حاول يكون في كل حته. تمام، هنحط بعد كده بقى فاكهه، اي فاكهه عندك، اي فاكهه عندك. عندنا زي ما قلت لك كده، رمان، فراوله، مانجا، الرمان مال الدنيا دلوقتي وسعره حلو. ماشي اهو، ممكن ناخد مانجا، انا جبت مانجايه من الفريزر عندي، اي نعم هي موجوده في السوق بس غليت، وانا كده كده عندي في الفريزر، فطلعت واحده وايه وحطيتها. الصلصه اهي بتاعت الايه، ماشي دي كده الصلصه بتاعت الكشري، وممكن نحط لها فين الصلصه بتاعتنا التانيه اللي هي البشاميل دي، بشاميل الحلو اللي بالشوكولاته وبتاع دي جميل جدا برضو. ماشي صوص شوكولاته عليها فين التاني، ده اختياري والله، كل ده شوكولاته بيضه فيها، حطيت سكر. ماشي كشري كشري يعني بس كده.